للوقوف على آخر تطورات المشهد اليمني في ظل فشل تمديد الهدنة بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا المحلل السياسي اليمني السيد توفيق حميدي. سيد توفيق، بداية مرحبا بك. بعد انتهاء الهدنة في اليمن، بما تفسر موقف ميليشيا الحوثي المتعند من مقترح تمديد الهدنة؟ مساء الخير أخي الكريم لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. في حقيقة الأمر يمكن أن نرجع تعنت ميليشيا جماعة الحوثي إلى 3 أسباب رئيسية. السبب الأول هو سياسة أو تعامل المجتمع الدولي مع جماعة الحوثي، حيث أبدى كثير من المرونة في الفترة السابقة وحقق كثير من شروطه دون أن يمارس أي عملية ضغط حقيقية. يعني خلال فترة الهدنة جماعة الحوثي تقريبا حققت كافة مطالبها من المجتمع الدولي المتعلقة بفتح مطار صنعاء، بفتح ميناء الحديدة، دون أن تستجيب لأي مطلب واحد، على الأقل مطلب وحيد وهو فتح طريق تعز. الناحية الثانية، جماعة الحوثي تستغل حالة التمزق والخلاف داخل الحكومة الشرعية، وخاصة في رأس هذه الحكومة مجلس القيادة الرئاسي، والذي صرح بكل وضوح رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي في إحدى مداخلاته في واشنطن أن هنالك خلاف داخل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يسعى إلى رأب هذا الخلاف، وبالتالي جماعة الحوثي ربما ترى أن هذا الخلاف قد يعيق أي تحرك عسكري ضدها على الأرض، وتريد من خلال عدم تمديد الهدنة تحقيق مزيد من المكاسب على الأرض. النقطة الثالثة هي تدرك اليوم حاجة المجتمع الدولي إلى الاستقرار في هذه المنطقة، الاستقرار المتعلق بالغاز بالطاقة، وبالتالي نراها في تصريحاتها تهدد المجتمع الدولي، تهدد الشركات الموجودة في أبو ظبي في المملكة العربية السعودية، توعد باستئناف ضرباتها الجوية، وبالتالي هي ترى أن من خلال هذا السلوك يمكن أن تبتز المجتمع الدولي ويمكن تحقق مزيد من الشروط. هل كانت ميليشيا الحوثي لتتخذ هذا الموقف المتعنت لولا تهاون المجتمع الدولي؟ هو طبعا اليوم جماعة الحوثي قوتها هي نابعة من أمرين اثنين. الأمر الأول هو سياسة المجتمع الدولي، السياسة الرخوة إذا جاز التعبير، وسياسة مسك العصب من الوسط. حتى في عملية الهدنة التي رأيناها في الفترة السابقة لم نرى هدنة متكلة على ضمير الأطراف، يعني بمعنى لم تشكل هنالك لجنة للإشراف على هذه الهدنة لمراقبتها، لم تكن هنالك ضمانات حقيقية لوقف إطلاق النار. وعملية وقف إطلاق النار استمرت خلال فترة الهدنة في كثير من الجبهات دون أن نرى أي بيانات واضحة. النقطة الثانية التي يعني تستمد جماعة الحوثي قوتها من هو ضعف معسكر الشرعية للأسف الشديد، وهذا الضعف هو الذي جعل يعني اليوم الأطراف في اليمن ضعيفة. يمكن أن نسميهم أن هنالك في اليمن نوع من توازن الضعف وليس نوع من توازن القوة اليوم، وبالتالي هذا الأمر يجعل جماعة الحوثي ترى بنفسها بأنها نوع من القوة، لكن هي في حقيقة الأمر أقوى الأضعاف. في المقابل وزير الخارجية في الحكومة الشرعية يؤكد تمسك الحكومة بالسلام مع أو بالحل السلمي مع ميليشيا الحوثي، هل ترى أن هناك مجالا واسعا لهذا السلام؟ هل ممكن أن تكون هذه الميليشيا مسالمة؟ لا، وفي الحقيقة أيضا تصريح وزير الخارجية غريب. يعني في النهاية أنا لا أدري هل لديه ذاكرة مفقودة في التعامل مع هذه الجماعة. لدى اليمنيين ما يقارب من 40 اتفاقية وقعت، سواء اتفاقية سياسية أو اتفاقية مع القبائل، لم تتمسك جماعة الحوثي بأي اتفاقية من هذه الاتفاقيات، ولا أدري ما هو السلام الذي يتمسك به مع جماعة الحوثي، مع جماعة تعلن ليل نهار بأن السلاح هو الأساس الذي سيحسم معركة اليمن. جماعة الحوثي لا ترى بأن السلام سيحسم معركة اليمن، هي تدرك تماما أن السلام سيجردها من بعض أدواتها، من أدوات قوتها، لأن السلام سيأتي على حساب إعادة النظر في المناطق التي سيطرت عليها، هيكلة الجيش، نفوذها المالي إلى غير ذلك. وبالتالي ليس من مصلحة الحوثي أن تندفع إلى السلام بدون أن يكون سلام الأقوياء إذا جاز التعبير، بمعنى سلام تفرضه إرادتها لا يفرضه المجتمع الدولي.
اليوم وزير الخارجية الياباني لا أدري على أي سلام يتحدث، ما الأوراق التي بين يديه لكي يتحدث بهذه القوة؟ كيف سيؤثر برأيك موقف ميليشيا الحوثي على أوضاع النازحين، على أوضاع الأمن، على أوضاع الأمن الغذائي بشكل عام، وخصوصا أنها تسيطر على ميناء الحديدة؟ وفي النهاية جماعة الحوثي لا يهمها الوضع الإنساني، يعني منذ أن سقطت العاصمة صنعاء جماعة الحوثي أوقفت صرف الرواتب، مع أن لديها مدخولات مهولة إلى الخزانة العامة، وهي بالفعل نستطيع أن نقول أنها خزانة خاصة. تقارير الأمم المتحدة تتحدث عن تربح جماعة الحوثي مليارات، هذه المليارات يمكن أن تصرف أو تكفي لصرف رواتب الموظفين سنويا شهريا، ومع ذلك هي تستخدم هذه الموازنات وهذه الأموال الربحية من أجل الاقتصاد الحرب، من أجل مقاتليها، من أجل السلاح، من أجل تصنيع المشيرات إلى غير ذلك. وبالتالي جماعة الحوثي لا يهمها تماما، حتى في الوضع الإنساني هي تستغل الوضع الإنساني. ورأينا تقارير خاصة في الأمم المتحدة تتحدث عن الهيئة العليا لجماعة الحوثي التي تشرف على المساعدات الإنسانية، وكان هنالك تحقيقات واضحة أن كثير من هذه المساعدات ذهبت بعضها إلى جبهات القتال، والبعض يتم صرفه لمواليين لها داخل اليمن أو أسر المقاتلين معها. يعني الذي أريد أن أقصده هي جماعة الحوثي طيب، لا يهمها الوضع الإنساني الذي على يعيشه المستوى اليمن. الإقليمي ميليشيا الحوثي هل لها علاقة بالأزمة التي تعيشها إيران على المستوى الدولي؟ هي طبعا مرتبطة ارتباط عضوي، لكن اليوم لا نستطيع أن نقول بأن الأزمة الإيرانية وصلت إلى مستوى يمكن أن نقول بأن جماعة الناس تؤثر بصورة مباشرة على جماعة الحوثي. ما زالت الأزمة الإيرانية في تفاعلاتها الداخلية، لكن يمكن يعني أن يتم مراقبة هذه التحركات في الشارع الإيراني. إلى أين ستأتي؟ هل ستدفع هذا النظام إلى الانتفاء؟ هل ستسقط هذا النظام؟ هل ستؤدي إلى خلخلة الوضع الأمني، ربما دخول أطراف معارضة بطريقة عسكرية لهذا النظام إلى غير ذلك؟ يعني اليوم ما زال النظام متماسك، وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تفرق عن مليارات الدولارات لهذا النظام كنوع من الإنقاذ إذا جاز التعبير. لكن بشكل عام هنالك قلق لدى كل الأطراف المرتبطة عضويا بإيران على المستوى اليمني وعلى مستوى بقية الدول العربية. شكرا جزيلا عبر سكايب من فيينا المحلل السياسي اليمني السيد توفيق حميدي، شكرا لك.